نشوفها النهاردة هذه المحاكمات بالطريقة اللي بنشوفها النهاردة اللي فهمت أحكام براءة لرجال الفساد معناها إن لما يحاكموا حسن مبارك بالطريقة دي هيدوموا فهم هيكرموه على خيانته وإذلاله للشعب المصري. مش هنمشي المجلس يمشي مش هنمشي المجلس يمشي مش هنمشي المجلس يمشي الشعب محاكمة ثورية عادلة لمبارك وعائلته ورجاله. احنا عاوزين اعتاب مبارك وابنيه ورجاله سمحا في ميدان التحرير. أربعة، احنا عاوزين الناس خرجوا بالملايين ما خرجوش عشان نرجع تاني لمجتمع السفر. عاوزين ضرائب تصاعدية عشان نوفر موارد اجتماعية. عايزين حد أدنى وحد أقصى للبيوت. عايزين اقتصاد إنتاجي، يعني نواجه الخصخصة ونرجع المصانع للزرافة والخصخصة لفرصة الشعب. عايزين اقتصاد معتمد على الزراعة والصناعة، على أن يعود للعارفين وليس للناشئين. مش عايزين اقتصاد التكون اللي قايم على السياحة ومجلس الشعب يريد مجلس رئاسي مدني. الشعب خمسة، نحن نريد عزلا سياسيا كاملا لاعضاء المجالس المحليه 53,000 شعب وللقيادات الحزب الوطني وصولا لرجال الاقسام والمراكز ولكل المدانين من الاحزاب الاخرى بالتعاون مع الحزب الوطني. عاوزين نبتدي من احزاب الكتوب احزاب امن الدوله. ستة، عايزين نوقف تصدير الغاز لاسرائيل فورا. عايزين الاتفاق الكويت مع اسرائيل. عايزين ننهي تضخم السفاره الامريكيه في القاهره اللي قاعده تستهزئ المصريين وهي السفاره السعوديه. اتعاملوا مع مصر كانها ساحه مفتوحه زي لبنان. بيتعاملوا مع مصر كانها ساحه مخترقه زي لبنان. مش عاوزين فلوس السعوديه ولا فلوس امريكا. مين الاجنبيه كل واحد بيتمول اجنبيا من امريكا او اوروبا او السعوديه مالوش حق يبقى معانا في مجال التحرير. المطلب الاخير، المطلب السابع المطلب الأخير بوجهه للمجلس العسكري. المجلس العسكري ببساطة عجز عجزا تاما عن التجاوب مع أهداف الثورة المصرية.
المجلس العسكري ما عندوش الا ان يصارح الشعب المصري. ايه الضغط الامريكي؟ ايه الضغط السعودي؟ ايه الضغط الاسرائيلي عليه؟ وايه معنى ان الفريق سامي عنان تصف صحيفه امريكيه بانه الرجل المفضل لامريكا في مصر؟ عاوزين نعرف الحقيقه. لا القنطاوي ولا انا. الاوامر من ميدان. لا القنطاوي ولا انا. الاوامر من ميدان. القنطاوي بيحمي مبارك. القنطاوي بيحمي مبارك. سامع عايزين نهز الميدان. القنطاوي بيحمي مبارك. القنطاوي بيحمي مبارك. يلا يا مصر انزل من دارك. مين اللي بيضغط عليه بره وجوه؟ ويفهم اخر محاكمه مبارك. اذا كان المجلس العسكري بينتظر عزرائيل عشان يخلصه من حرب مبارك، عزرائيل مش جاي قبل اغسطس. اذا كنت هتقعد في انتظار عزرائيل يبعث ربنا فده امر ربنا، لكن امر الشعب دلوقتي اننا بصدد انذار اخير للمجلس العسكري، وعلى المجلس العسكري ان يستوعب الدرس وان يقول لنا اين يقف بالضبط، مع الشعب المصري موجود في الميادين ولا مع عيلة مبارك اللي محدش عارف هي موجوده فين بالضبط. الشعب يريد اصابه النائب